يا جماعه كل ما شمس الحصور قامت يا جماعه لبيك يا ايمن اسلم بعد سلام على طول وجهتك يا علاوي يا علاوي يا علاوي يا يا صبر اللي تدلع والله مبلايق عليك الدلع تعال قم يا اخي قم مبلايق على العيال لحد بالله اضحك اضحك يا ابداع عليك من عزم استاذ استاذ قم ان شاء الله يلا اعطني قصيد اعطني قصيد الدين يا اعطني ان شاء الله اهداف علي يلا زعلان ما تغر عليك احنا بغينا نسمع يلا 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 اهداء لعلي الله زعلان ما تغرب وانا على جمر الغضا واذكر زمان قد مضى وشيء فات تراك عندي يمين انا ابغى اسولف ها سولف سولف يلا ويت 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 لبيك يا خلو تكفى خلو لا 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 انا عاصم كشخه انا عاصم سولف ولا تقمع ذا ضحك ضحكم من اهله ضحك ضحكم من اهله زين والله والله العظيم والله العظيم تصوير شاشه تصوير شاشه طيب قول له الله تخيلوا تعال انا شفت لما تكون بالوسط تكون مستمع لما تكون هناك ما حد يسمع يا ولد مش عارف اسمع الخطط لان مرتب ايمن عندك لا بسولف انا وجع اسكت شوي انت اللي اسكت بعد كلكم اسكتوا انا الحين دوري انا بتولف ولا لا انا مايك غيرك لا انت اللي سولفت ولا انت اللي خلتنا نسولف يلا اجل اجل ابيك انا اقول لك كذا وقلت سالفتك تطلع ما لا ما اكثر ثواني يلا هذا اللقه يلا واحد اثنين ثلاثه يلا نبغى كل لا 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 كل ناخذ كل شخص منه شعوره وهو ما عاد بقى الا 11 يوم بالضبط هذا هذا الحين سالفه هذه سالفه هذا سؤال خلاص يلا جاهز سايكم جاوبوا يلا شعوري والله قدر الله شعوري يعني ما حدرو ويت لا لا من عندي يا اخي لا ترتيب حق اول يوم جنت لا خلاص اللي عنده مشاركه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم اليمين اقتداء بالرسول اليمين ايمن اقتداء بالرسول وش تشوف سعد انت؟ الرجال اعطاك كلمه صح؟ هو يمين واسمه ايمن